ونذكر مشاهدينا بأن مولودية الجزائر متأخرة في النتيجة في بشار أمام شبيبة الثورة في هذه الأثناء في المباراة عن تسوية رزنامة مع رزنامة الجولة السادسة. إذا إبراهيم عودة إليك. المولودية متأخرة، موضع النقاش عن المولودية، ولكن قبل الدخول في موضوع النقاش حول مولودية الجزائر فريقك طبعا، لو تعطينا تعليق على بيان الفاف اللي أصدر اليوم. والله يعني نتأسف الاتحادية هذه من 2017 البيانات تاعها كلها خارج مجال التغطية. نظن اليوم من أتى بغير الصندوق في 2017 يحاول غلق الطريق على المترشحين، وخاصة أن اليوم أنا نشوف شعار الجزائر الجديدة، والجزائر الجديدة لازم تمنح فيها الفرصة، لازم تكون اتحادية جديدة، ربما لازم تكون اتحادية جديدة، لأن كلنا نعرفوا باللي الاتحادية اللي كانت كيفاش جات، ومن من من ضغط باش يكون زدشي على رأس الاتحادية كلنا على علم. اليوم نقول أنا زدشي بالك راهو خايف من صندوق، لأنه في 2017 لم يأتي بصندوق، ولهذا الخوف تاعو مبرر. والبيان هذا فيما يخص تكييف القوانين، كاين 13 اتحادية مازال ما كيفتش القوانين على المستوى الإفريقي، ولا يوجد أي برقية من الفيفا تلزم الجزائر بتكييف القوانين قبل 10 فيفري أو 15 فيفري، ما كاش يعني ما كاش اون دات فيكس. نقدروا نديروا الجمعية الانتخابية تاع لافاف ويخرج المترشح اللي يفوز، المترشح اللي يكون صندوق يخيره، ومن بعد يكيف القوانين يعني بكل أريحية. علاش اليوم الناس تضغط باش تكيف القوانين؟ نظن لغلق المجال أمام المترشحين. نشوف بأنه هذا البيان ربما جاء كرد على الرسالة اللي وجهها المترشح وليد صادي. لا يعني باش نتفهموا، المترشح وليد صادي البيان يعني نقولوا ماشي البيان، وهي رسالة إلى الوزير كانت منطقية، لأن تشوف باللي في معظم خرجات زدشي كان يضغط من خلالها على الوزارة باش تمنح له الاعتماد باش يعاود يكيف القوانين. نظن باللي المترشحين من حقهم، لأنهم بخبرتهم، تنساش باللي وليد صادي كان في الفيدرالية، قرباج كان في فعال في كرة القدم، ومازال مترشحين، بالك يكون محمد مشرارة، بالك يكون مترشحين واحد آخرين، يعني هذه النية اللي ترشح. عندك معلومات حول ترشح مشرارة؟ يعني راه الناس راهي تقول باللي كان محمد مشرارة بالك يترشح. احنا الصندوق هو من يختار، ولكن نظن لازم اليوم الجمعية العامة هذه تخرج لنا رئيس اتحادية شرعي. هذا هو المطلب تاع فعالين في كرة القدم، وهذا ما نتمناه طبعا لمصلحة الكرة الجزائرية. بالعودة طبعا إبراهيم لموضوع النقاش الأساسي اليوم، مولودية الجزائر، بكل بساطة وكبداية نقول لك ماذا يحدث في هذا الفريق؟ شوف، أولتها يعني أنا ندد التصرف تاع الأعمال التخريبية اللي وقع في مقر الشركة تاع سوناطراك. يعني مظاهر العنف هذه ما تشرفناش. نظن باللي الأنصار اللي فعلوا هذا يعني الفعلة هذه بلك نظن باللي ما كانوش فيهم، لأن هذا المؤسسة ولا هذه الشركة شركة وطنية وشركة عندها سمعة إفريقيا وعالميا. اليوم ما يخفاش عليك باللي كاين التواصل الاجتماعي، يعني الفيديوهات هذوك بلك راحوا خارج برا البلاد، وهذه راح تمد يعني صورة غير مطمئنة على الوضع اللي راهو في البلاد. هذه الأولانية. ليس من أنا حقيقة أقول لك باللي تفاجأت، لأن الفريق هبط القسم الثاني ولم يكن فيه عنف. الفريق نحونا كأس الجزائر في 2013 وما كاش عنف، يعني كانوا 60,000 ولا 70,000 خرجوا حتى لما تشوف عدد الأنصار اللي ربما اقتحموا المقر، يعني نظل ما يمثلوش كل أنصار المولودية. لا ما يمثلوش، وأنا عليه راني ندد، لأن هذه ماشي من طبايع تاع الأنصار تاع المولودية، حضاريين يتنقلوا ما ميخسر الفريق يعاودوا يولوا بدون مشاكل. نظن ما حدث هذا تحصيل حاصل يعني على التسيير اللي راهو في الفريق في السنوات الأخيرة. تحدثت عن مشكلة في تسيير إبراهيم، الفريق بدأ كما ينبغي في البطولة وحتى محليا، يعني محليا وقاريا تأهل إلى دور المجموعات، بداية مبشرة، الكل كان ربما متفائل بمستقبل المولودية هذا الموسم، ولكن
في رايك ماذا حدث لو تعطينا تشخيص للوضعيه؟ شوف انا عندي 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 4 شهور ملي ولا 5 ملي غادرت الفريق، واني شباب اللي صرحت في احد القنوات التلفزيونيه قلت لهم بعد 4 شهور او 5 سترون سترون يعني مشاكل تطفو للسطح بمجرد تعثر او تعثرين. هنا تعرف باللي ما كانش استقرار في النادي. من الجهه الفنيه الفريق يفوز، وهذا الفريق ليس الفريق الذي لا يهزم، هذا فريق كره قدم يتعادل أكيد. يخسر يفوز. اليوم شفنا باللي 3 تعثرات طلعت المشاكل، لان هذيك النتائج الايجابيه كانت تغطي على المشاكل الاداريه وسوء التسيير تاع اللي ما غلطش. انا كي قلت بالك بحكم التجربه قلت اضعف اداره مرت على مولود الجزائر، كما رانا نشوفوا اضعف اداره مرت على مولود الجزائر، ونظن باللي الغلطه الكبيره تتحملها الشركه المالكه، هي اللي جابت الناس هذو وحطتهم يعني بدون نقولوا بدون خبره في تسيير النادي. خاطر كي تحط انت واحد كيما الماس تحطه مدير رئيس مجلس اداره هو لا خبره له في التسيير في كره القدم، وحنا نعرفوا كره القدم الجزائريه والبطوله المحليه كيفاش تمشي. نظن والحاجه اللي ميزتها يعني التصريحات تاع المدرب نبي النغيز هي اللي كشفت يعني كشفت المشكل الحقيقي اللي وين صرح ان اللاعبين هادو الا كملت هكذا ما يقدروش الفريق يروح بعيد، والفريق لعب 13 مقابله ولا منحه. ويعني نظن باللي النغيز لمح على فقدان الثقه بين الاداره واللاعبين، وهذا المشكل الكبير اللي حيأثر على المستوى الفني للفريق. ابراهيم اكيد انت متابع للفريق، لاحظت ربما انه كانت هناك نتائج جيده، ولكن منذ حفل استقبال الفريق من طرف الشركه المالكه كان هناك تراجع رهيب وغريب في النتائج. اذا هل تشوف بانه ربما خطاب المسؤولين في ذلك الحفل ربما خيب اللاعبين؟ ليس خطاب. شوف الحاجه الاولى المدير العام تاع شركه سوناطراك اول مدير عام سي توفيق حكار اللي جا تصور مع الفريق استقبل الفريق ودار له حفل استقبال. حفل استقبال سبقنا وين فزنا بكاس الجزائر وما حضيناش باستقبال تاع مدير عام. يعني الحاجه الاولانيه باش العام والخاص يعرف هناك نيه من المدير العام والمستشار تاعو سي بولا مجهاني لي يعني راهم يمارسوا السياسه بالفريق. كلنا نعلم ان الشركه تعيش اضطرابات، شركه سوناطراك شركه كبيره تعيش اضطرابات. هناك يعني كما نقولوا تلميحات الى يعني يكون نقولوا ان شونجمون على راس الشركه. نظن باللي الناس تستعمل في مولوديه الجزائر لاغراض تسويقيه، اغراض سياسيه. ولكن لو نتحدث عن مشكل تسير في الاداره، لا شوف نفهمك انا جاي. عند الاستقبال كان المدير العام والاداره وعدت اللاعبين بمنحه التاهل الى رابطه ابطال الى المجموعات. لليوم مازال ما اخذوهاش اللاعبين. ولهذا قلت لك ربما مشكل في التحفيز، يعني التحفيز لم يكن في المستوى بالنسبه يعني لي. التحفيز هذه الحاجه الاولى، والثانيه فقدان الثقه. لان نحب ولا نكرهوا اليوم المال يلعب دور. يعني انت لما اللاعب يفوز وتدخل عنده لغرفه الملابس ويجي الماس يقول له اليوم 20 مليون منحه واللاعب ما يديهاش، يا هل ترى هل تبقى نفس الرغبه هذيك؟ تلعب مقابله تنين ولا كيما ابراهيم نعرف بانه اللاعبين ربما مهما كان يعني راح يتلقاو مولهم. لا احنا هنا ما رناش ندافعوا على اللاعبين، اللاعبين ياخذوا حقوقهم يعني عندهم مسؤوليه في عندهم عقود الفريق. عندهم عقود وراهم كيما يقولوا يلعبوا في هناك قوانين تحميهم يعني. لا كاين قوانين وما تخفاش عليك باللي سوناطراك ملي جاء الماس من ديسمبر تم تعيينه راه ادى تقريبا 105 ملاير حتى اليومين هذا. يعني نظن باللي رقم كبير جدا، رقم كبير جدا. ورغم ذلك نلقاو اللاعبين توجو رسالوا شهرين ثلاثه انا نمد برك يعني نمد لك يعني مثال بسيط باش تفهم. شركه مدار في شباب الوزداد اللاعبين في نهايه الشهر يتقاضوا الرتب الشهريه. هناك استقرار مقارنه بالمدير. هذا هو الاستقرار. علاش هذا علاش ما كانش هذا الاستقرار في شركه سوناطراك؟ وسبق وينجز المدير العام تاع الشركه تاع سوناطراك وفي قناتكم هنا وقال باللي ما كاش نظره مستقبليه بالنسبه لمولودي الجزائر. وانا نظن باللي اليوم من هذا المنبر نقول له باللي
شركة سوناتراك عمرها ولا دارت مشروع ولا أخذت بعين الاعتبار القيمة التاريخية لهذا النادي. يعني أنت المثال اليوم عميد الأندية 1921 راح يقفل 100 سنة ما عندنا لا مقر شخصي، ما عندناش مقر تابعنينا في اسم مولودية حتى مركز تدريب بالنسبة لمولودية لا مركز تدريب ما نهضروش، حنا نقولوا مقر اللي فيه مكاتب وما عندناش، رانا في الفريق دوك راه متواجد في ان سياج اللي راه كارياتو سوناتراك فودي لا فيريتي. اليوم سوناتراك او بود ان بارتناريا تاع 30 سنه ولا 35 سنه ما خلات لنا ولا كرسي. نظن اليوم اللي من حقنا حنا كدي زونسيان جوار نطالبوا هذه سوناتراك باش تحمل المسؤوليه تاعها باش تخلي حاجه للاجيال القادمه، لان ما نكذبش عليك رانا نسمعوا اليوم ولا غدو يقول لك ام الانصار قالوا طالبوا بذهب ابراهيم. لو نتحدث عن جانب التسيير الاداري الفني للفريق ما تشوش بانه بالاضافه الى خيبه ربما تراجع النتائج كان هناك ايضا خيبه فشل الميركاتو الاستثنائي، شفنا بان المولوديه من اولى الفرق اللي طالبت بوجود ميركاتو استثنائي ولكن شفنا انه الفريق لم يستقدم ما دعمش صفوفه، خاصه انه لما نشوفه في التشكيله مثلا البعض يتحدث عن تشكيله ثريه ولكن هناك نقائص على مستوى الهجوم، هناك شفنا ربما في مع غياب فريوي الفريق ما وجدش يعني الهداف المناسب لتحقيق النتائج الجيده. شوف عندما تسند الامور لغير اهلها فانتظر الكارثه. انا هذه نقولها ديرك، احنا اليوم باش نعرفوا بلي ان المسير الفعلي الرئيس الفعلي اللي راهو يسير مرسي طرسي بولا مجهني مستشار الماس لا حكمه له، ما عنده لا حكمه، ما عنده لا راي لا والو في الفريق. انا اليوم نقول لك عندما تشاهد شفنا بورايو بون على باليش للمدير الرياضي للمدير التقني الفني تاع الشبان ما على بالناش البوست تاعو، خرج في قناه وصرح وطالب الفاف بفتح ميركاتو استثنائي وقوم الدنيا. اليوم المناصر يتساءل يقول كيفاش نطالبوا بفتح ميركاتو استثنائي ومن بعد ولا لاعب جبناه، مع العلم ان حنا رانا نلعبوا دور المجموعات مقبلين على مقابله ناريه ضد الزمالك والترجي التونسي. نظن اليوم علامه استفهام كيفاش انت طالب بفتح ميركاتو ولا تستقدم. نظن هنا اخطاء هذه اللي وقعت فيها الاداره اخطاء لا تغتفر، يجب مراجعه الامور لان الفريق نظن باللي راهو دخل في نافق. النقاش معك ممتع إبراهيم، إذا مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود لمواصلة النقاش حول وضعية مولودية الجزائر. استثنائي اللي ربما المولودية ما استثمرت يعني ما استغلاتوش كما يجب، في رأيك ما هو السبب؟ هل هو السبب مالي أم أنه كما قلت أنت سوء التسيير وراء هذا الفشل؟ أنا قلت لك ضعف التسيير وسوء التسيير. يعني ميركاتو اللي فيه مدة أسبوع وشفنا يعني كانت اخبار باللي استقدموا لاعب من الكلوب افريكان فرحي، ومن بعد قال لك لا مستحيل تأهيله، ومن بعد قال لك حنجيبوا ناس توعد بن خماسه، خرجت الهضره تاع بن خماسه الانصار، بعد ما كانش بن خماسه، ومن بعد لاعب افريقي ورقه تسريح، ومن بعد في الليل ولا لاعب، غدوه من ذاك يقول لك لا ليسونس تاع روني مازالها تمشي. يا اخي اليوم انا تيقنت باللي أزمة المولودية ليست أزمة أموال وهي إما أزمة رجال وأزمة تسيير الفريق. اليوم النهار اللي يتبليس أنا فريوي نشدوا راسنا يا أخي ما نقدروش نلعبوا على الجبهات، بطولة اللي فيها 38 مقابلة، رابطة أبطال إفريقيا وزيد كأس الرابطة اللي استحدثت هذه يعني مكان كأس الجمهورية اللي عوضت فوالا. نظن باللي الامور راح تكون صعيبه خاصه نقول على المستوى اللقاءات تاع رابطه ابطال افريقيا. ابراهيم مادام تحدثت عن اللاعب روني كيف تفسيرك لهذه القضيه؟ ربما اجازه الغيت في اخر لحظه، تعليقك على هذه القضيه ككل. يعني هذا ولا مسلسل. نظن باللي اليوم عندما تسمع انه اجازه روني في اخر يوم يعني ولا بعد غلق الماركاتو الاستثنائي باش نحاولهم يعني الوركو من 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 شهر سبتمبر، فوش كان يدير الفريق باش ما طيحش؟ وش كانوا يديروا هاد المسيرين باش ما يطيحش اجازه روني؟ وين راه الخلل؟ واليوم نتسائلوا احنا القضايا هذه اللي راهي في الفيفا، روني شكا في الفيفا،
كازوني والطاقم تاعو شكاو في الفيفا، ونظن راح توصل في الايام هذوما. يعني كيفاش راح تكون يعني ابراهيم؟ بغض النظر ربما عن المشاكل الاداريه، سوء التسيير اللي تحدثت عليه، البعض ايضا ينتقد الخيارات الفنيه للمدرب نبيل نغيز، البعض يقول بانه التغييرات الكثيره على مستوى التشكيله الاساسيه خاصه في مناصب حساسه كمحور الدفاع او حراسه المرمى، هل تعتقد بانه هذا ايضا مشكل من المشاكل اللي خلات ربما المولوديه تتراجع؟ شوف، فيما يخص حراسه المرمى، نظن باللي حارس المرمى قد ما يشارك في المباريات قد ما يعني راح يحكم الثقه. اما فيما يخص التغييرات الاخرين، ما يخفالكش بلي اللاعبين 8 اشهر ما مارسوش كره القدم، عادوا تدريجيا. اليوم نظن بلي انا اليوم ننتقد الفيدراليه الجزائريه لكره القدم لان هي المسؤوله في هذه الاصابات، تاخر في العوده الى المنافسة. لا، اصابات تاع اللاعبين، لا ماهيش تاخر، عندما وكلت مهمة اختيار نمط المنافسة ونظام المنافسة راحوا اختاروا 40 جولة، كنت قادر تختار مجموعتين ب 10 ب 12 فريق ولا 10 فرق في كل مجموعة 20، وتلعب يعني 20 مقابلة تقسيم البطولة يعني. فوالا، اليوم أعطوا المهمة هذيك الاختيار إلى رؤساء الفرق اللي ما عندهم حتى علاقة بالجانب التقني، كانوا يمدوا للمدربين للأخصائيين يختاروا. لكن ابراهيم، كل الفرق ربما في المحترف الاول معنيه بهذا الاراق، يعني ليس فقط على المولوديه. لا، معنيه يعني، معك معنيه، بصح انت تلعب رابطه ابطال افريقيا، انت على غير شباب بلوزداد، على غير وفاق ستيف، شبيبه القبائل. بصح انا اليوم انا نشوف باللي كنا نقولوا ليفيكتيف عندنا مي في او فينال ليفيكتيف تاع المولوديه يعني باريش كو سا، اليوم يتبلي سالك فريويتش دراسك، اليوم ما يلعب لكش حداد، رانا نشكو. ولكن البعض يلوم نغيز على التغيير في مناصب حساسه كما محور الدفاع اللي ربما ما شفناش فيه استقرار. اخي دوك هذه كان هناك سعد ورفقه حداد وما حداد ورفقه مروان يعني في كل مره. هذه باش ما نظلموش الناس، هذه عالميا تدوير التشكيله عندما يكون كثره المقابلات هذه حاجه عاديه. ربما ليس في محور الدفاع. عاديه، لا، محور الدفاع ودوما هادو مش لاعبين يعني، حنا باش نتفاهموا ما راهمش ماناش مستوى تاع الفرق الاوروبيه اللي تلعب 70 مالفا، تلعب 70 مقابله في الموسم، كنا نلعبوا 30 مقابله 32، اليوم راح بالك اللاعب يلعب 50 بعد 8 اشهر تاع توقف. نظن باللي المدرب عنده نظره، يقدر يوفق في الخيارات تاعو، يقدر ما يوفقش، هذه تريح يعني كما يقولوا مسؤوليه المدرب. عندما يفوز نقولوا نجح وننتقدوا، عندما ينهزم نقولوا بالك ما لعبش فلان وفلان. ولكن نظن باللي 27 اجازه ولا 28 اجازه صافي، راه عندك زوج فرق. ابراهيم، حتى نبقاو في الجانب الفني، البعض ايضا يلوم نبيل نغيز على منظومه اللعب ككل، ربما المولوديه لا تمتع حتى في حال يعني لما كانت تحقق نتائج ايجابيه، شفنا انه البعض يلوم نبيل نغيز حتى في حاله الانتصارات، شفنا انه البعض يلوم نغيز على طريقة اللعب اللي صورها البعض أنها دفاعية نوعا ما. يعني هو بالك يعني عنده نقولوا بلي فلسفة تكتيكية، يقولوا عليه الفرق اللي جاز فيها يلعب بزاف ما يغامرش، يعني واقعي ربما. نعم، واقعي ولا هذه فلسفة تكتيكية تاع مدرب. اليوم كان يفوز ومن بعد أصبح الفريق يتعثر. تعثرنا في مقابلات اللي نورمالمون ما نتعثروش فيها. نظن باللي اليوم هذا السؤال لازم يتوجه للمدرب نغيز اللي يقدر يعطي بون. انا شفنا الخرجه تاعو الاخرانيه هضر على الاموال. تمنينا لو كان بالك يقول لنا باللي المشكل مع بيسكرا، علاش الفريق تعثر؟ علاش تسجلوا لنا ثلاث اهداف ما عملينا في ملعب خمسه جويليا؟ علاش خسرنا في تلمسان؟ نظن باللي كان يركز على العمل تاعو ويخلي الامور الاداريه للفريق. نعقب لك على نقطه اللي نسيتها بالك مقبله باش نوروا الراي العام فيما يخص لجنه الانصار. تفضل. اللي نورمالمون توعي المناصرين في المدرجات وتاثرهم. اليوم رانا نشوفوها راهي تقعد في مكاتب الفريق في المقر، شوفوها تروح لي ديبلاسمون مع الفريق وتبات في الفندق. نظن باللي احنا ما نشكوش في حبهم للفريق، ولكن يعني نقول غير مقصود، راهم كما يقولوا يضغطوا على اللاعبين ويفقدهم تركيزهم.
نعرف بانه ليس هذا ليس من صلاحيات ربما لجنه الانصار انها تكون مع الفريق. نعم هذه دورها في المدرجات لا هذه وحده، وما ننساوش الحادثه تاع مغادره لاعبين بعد لقاء تلمسان، والمدرب ما كانش على علم حتى لحق للمطار باش يجوا مولين، وهذا دور مدير الامن اللي راهو متواجد على راس الفريق لي اونكور فوا. انا نظن نتساءل كيفاش لي مدير تاع امن تاع فريق كمولوديه الجزائر ما عنده لا ديبلوم لا خبره في المجال. اونكور فوا شوف الغلطات اللي راهم يصراو في الفريق، وحنا اللي رانا نقولوا عندنا من 10 سنين احتراف. اعطيتك يعني لمحه، نظن باللي واش راهو يصرا في الفريق راهو ياثر مباشره على المجموعه، لخاطر بالخبره تاعي كل ما المولوديه دارت موسم مليح وتوجت بحاجه الفريق كان اللي تي بروتيجي. نعود الى مشكله المحيط اللي تطرح في كل مره. المحيط المباشر تاع الفريق راهو ياثر نقول لك باراده ولا بغير اراده راهو ياثر سلبيا على المجموعه وعلى المدرب. خاطر شفنا قلت لك وين كانوا نتائج، كان المحيط نقي، المحيط كان الفريق كان بروتيجي. يعني اليوم نشوفوا كاين لجنه الانصار تحضر اجتماعات تاع اللاعبين والمدرب والمجلس الاداره، نظن بلي هذه غلطه كبيره. انا قلت لك ابراهيم اليوم لازم مراجعه الامور في المولوديه قبل فوات الاوان. ابراهيم انت اعطيت لنا تشخيص عام لوضعيه الفريق، تعرفوا يعني حق المعرفه. مليح يعني كي راني نهضر لك يعني كلاعب وكم سيد راني نهضر لك يعني لو كان يعني وين تروح المشكل اللي قلت لك عليهم تصيبهم باللي هادو هما المشاكل. هل في رايك ربما ابراهيم شاوش هل في رحيل الاداره الحاليه ام انه كما يطالب بعض الانصار لا شوف يعني عندما تشوف اداره تنحيه ربما سوناطراك من الفريق؟ لا شوف نفهمك الحاجه تاع سوناطراك، نظن باللي سوناطراك تقدر تصحح الوضعيه وتحط اناس مختصين في تسيير شؤون الفريق كره قدم. يعني ما تجيبليش اطار من سوناطراك وتحطه ومن بعد غدوه ينوض شوف انه الحل في رحيل الماس ينوض الجماهير وتجيب اطار واحد اخر، او المشكل يروح الماس وتجيب لي محمد اطار واحد اخر من سوناطراك وما عندوش خبره. فريق اصبح حقل تجارب. انا نظن اليوم سوناطراك تعاود السياسه تاعها مع فريق مولوديه الجزائر، تعاود تبنيها من جديد على اسس صحيحه، يعني تمول تراقب اموالها ولكن تحط ناس تاع تسيير اهل اختصاص. ابراهيم قبل الختام ربما حتى نختم هذا الموعد الرياضي، هل تشوف بانه التشكيله الحاليه للمولوديه قادره في حال عوده الهدوء الى بيت المولوديه، هل هي قادره على اهداء لقب خاصه انه الموسم هذا موسم خاص مع المئويه؟ تشوف بانه التعداد الحالي هل هو قادر على اهداء انصار المولوديه لقب في هذه المناسبه؟ انا نتمنى، ولكن بين التمني يعني حاجه وبين الواقع حاجه. يجب رحيل الاداره ويجيبوا ناس واحد اخرين عندهم الجرأه وعندهم الشخصيه واللاعب يثق فيه، يتكلم مع المسؤول يتكلم معه يقول له بلي الشهر الفلاني او اليوم الفلاني اعطيك الاموال تاعك. لا كاين ثقه، هذه الحاجه الاولى واساس النجاح في اي نادي هو تكون ثقه بين الاداره واللاعبين، ثقه متبادله. فهمت؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه نظن باللي عدم استغلال الماركاتو الاستثنائي راح يسبب صداع كبير، لاننا نشوفوا اليوم ثلاثه لاعبين ما لعبوش، تشابو بوردين ابراهيمي مصابين، وهاد اللاعبين من الصعب تعويضهم. نظن باللي مع تانيك تكاثر المقابلات، ما يخفاش عليك باللي عندنا الديربي تاع الاتحاد يوم 7 فبراير، ومن بعد عندك لقاء في الزمالك يوم 12. نظن باللي توالي المقابلات والاقتراب يعني ما كاش ان اسباس بيناتهم، اللاعب كيما نقولوا ما يسترجعش قواه. لذا علاه قلت لك باللي كاين 28 ليسونس، الفالي نستغلوا هذا الماركاتو باش يكونوا عندنا زوج فرق يعني اللي يدخلوا ويلعب اساسي ما تخافش. اليوم نظن باللي ما علينا الا الصبر، ان شاء الله تكون الاذان ساغيه، يجيبوا لنا ناس يكونوا تاع مستوى ثقه ويعرفوا كره القدم، والفريق هذا يعتني به، لانه ما يخفاش عليك عميد الانديه انا كي نشوفه في يدين كما هاد الناس طبعا، وهو ما نتمنى بالنسبه لفريق كبير كالمولوديه، خاصه انه راح يمثل الجزائر في رابطه ابطال افريقيا. ابراهيم شاو شكرا جزيلا لك. لا شكرا بجيب، ونشكركم الاستضافه ونتمنى لكم النجاح للقناه تاعكم ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام هذا الموعد الرياضي، وقبل
أن نختم. نذكر مشاهدينا بنتائج المباريات تسوية الرزنام عن الجولة الخامسة والسادسة. إذا المولودية متأخرة في النتيجة بهدف مقابل صفر في بشار أمام شبيبة الثورة، فيما يسود التعادل السلبي بين أولمبي المدية وشباب الوزداد. إذا مشاهدينا كما قلت ختام هذا الموعد الرياضي. عودة إليك زميل عبد الغفور. شكرا زميلي خالد، وشكرا أيضا موصول لي ضيفنا سيد ابراهيم شكرا على الحضور لكم مقدمته. مشاهدينا الكرام، نهايه ظاهره نيوز لهذا اليوم. متابعه طيبه لبقيه برامج شروق نيوز، الى اللقاء.